حضورنا الكريم، طابت أوقاتكم وأسعدتم صباحا جميعا أيها السيدات والسادة، معالي وسيادة مجلس الوزراء والمؤتمر الوطني وذوي الاختصاص والشأن وكل الحاضرين جميعا. على بركة الله نبدأ هذه الورشة والتي تحمل بعنوان أو عنوانها تحديات الاقتصاد الليبي الواقع والمتطلبات بتنظيم ورعاية حكومة الإنقاذ الوطني مجلس الوزراء. وخير ما نبتدئ به هو قراءة مباركة أو تلاوة مباركة من الذكر الحكيم، يقرأها على مسامعكم القارئ الأستاذ خالد علي موسى، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك. من أجل الوطن وبالوطن ولأجل أبناء الوطن والأجيال القادمة، نتباحث اليوم في الواقع والمتطلبات التي من خلالها نسعى لتوفير العيش الهني لأبناء هذا الوطن. وجمعنا هذا لكان ولم يكن إلا بتضحيات شهداء أبناء هذا الوطن، ومن أجل قضية وراية نحن اليوم نطالعها ونرفعها من أجل الحق ومن أجل هذا الوطن، فنحيي جميعا نشيدنا الوطني. يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفدا. ليبيا ليبيا ليبيا، يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك، فاسلمي إن على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك، وخذي منا وثيقات العهود، إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود بالقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا ليبيا ليبيا، يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفدا. ليبيا ليبيا ليبيا، جرد الأجداد عزما مرهفا، يوم ناداهم مناد للكفاح، ثم ساروا يحملون المصحفا، باليد الأولى وبالأخرى السلاح، فإذا في الكون دين وصفا، وإذا العالم خير وصلاح، فالخلود للجنود إنهم قد شرفوها.
هذا الوطن. ليبيا 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 يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفدا. ليبيا 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 يا ليبيا، وذامت ليبيا وذام أبناء هذا الوطن. حضورنا الكريم، حكومة الإنقاذ الوطني ومجلس وزرائها ينظمون ورشة هذه العمل أو ورشة عمل بعنوان تحديات الاقتصاد الليبي الواقع والمتطلبات. تسعى الحكومة جاهدة من خلالها لرسم سياسة اقتصادية شاملة لمواجهة الاختناقات والتي ظهرت جليا في الشارع العام ولا تخفى عليكم جميعا، متمثلة في نقص السيولة والغلاء في الأسعار، وأيضا خلق أو وجود سوق موازن للعملة وبما يعرف بالسوق السوداء، مما سبب العديد من العراقيل وأيضا في الواقع الاقتصادي. وتسعى الحكومة اليوم من خلال التنسيق بين مجموعة السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية في محاولة منها لإشراك ذوي الشأن من أكاديميين ومهنيين ورجال الأعمال والمال، وها هي اليوم ترعى هذه الورشة تحت عنوان تحديات الاقتصاد الليبي الواقع والمتطلبات. نطيل عليكم على بركة الله، نبدأ البرنامج العام وبادئا بذلك بالكلمات الافتتاحية، فندعو معالي رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني المهندس خليفة الغويل بالتفضل مشكورا لافتتاح هذه الورشة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسعدني أن أرحب بالحضور السيد النائب الأول للمؤتمر الوطني، السادة النواب وأعضاء وزراء الحكومة، السادة الضيوف، أهلا وسهلا بكم. الإخوة الممثلون لديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة، أما بعد، في إطار اختصاصات الحكومة بوضع سياسة اقتصادية شاملة وذلك بالتنسيق بين السياسة المالية والتجارية والنقدية، ونظرا لما فرضه الواقع الذي بدأ حتى قبل مباشرة هذه الحكومة لمهامها وتتمثل في تدني صادراتنا النفطية بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وما نتج عن كل ذلك من تدني في إيراداتنا من النفط الأجنبي من النقد الأجنبي، وما رافق عملية إدارة الإيرادات المتاحة من تجاوزات قادت إلى ارتفاع أسعار السلع وتدني قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية. فقد باشرت الحكومة منذ مدة البحث عن الحلول المناسبة لمواجهة ما تقدم، وقامت بتشكيل اللجنة الاقتصادية بعضوية أكاديميين ومندوبين من القطاعات ذات العلاقة ومرشحين من اتحاد التجار والصناع، وهذا أسمح لي أن أتقدم وأنتهز الفرصة للإشادة بهذا العمل من قبل اللجنة وخلال التقارير والتوصيات التي رفعت إلينا. كما حاولت الحكومة التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للوصول إلى رأي موحد يحقق أهداف الحكومة ويلبي طموحات المواطنين، وتأكيدا لرغبة الحكومة الصادقة في فتح المجال وإتاحة الفرصة أمام جميع المهتمين من ذوي العلاقة بطرح أفكارهم والمساهمة معنا في الوصول إلى أفضل البدائل الممكنة لما قد نواجهه من اختناقات
يسعدنا اليوم أن نرحب بكم في ورشة العمل تحت عنوان تحديات الاقتصاد الليبي الواقع والمتطلبات، كما يسرنا أن نعلن لكم عن نية الحكومة في الاستمرار مثل عقد هذه الورش والملتقيات بشكل دوري للتباحث وإطراء النقاش في كل الملفات التي تواجه الحكومة. وختاما أتمنى لكم التوفيق وأدعو الجميع للمشاركة والتفاعل، فمن يوقد شمع خيرا ومن يلعن الظلام. وصدق المولى عز وجل إذ قال في آياته بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والله أكبر الله أكبر الله أكبر. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة والسيدات الحضور، اسمحوا لي في بداية هذه الورشة، ولو أن كان موضوعها اقتصادي بحت، ولكن لابد أن نعرج على الجانب السياسي وعلى الجانب الأمني، واللذين يؤثران تأثير كبير وكامل في موارد الدولة وفي اقتصاد الدولة وفي وضع الدولة المالي. لا شك بأن إقفال الموانئ النفطية والتحكم في موارد الدولة، خصوصا وأن ليبيا تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على مورد وحيد وهو مورد النفط، وهذه الأزمة وهذا الإقفال حدث حتى قبل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا اليوم. لابد لنا أن نعرج أيضا على ما يحدث في بنغازي وما يحدث في جدابية ودرنة والكفرة من مقاومة ثوارنا وبواسلنا وأبطالنا للانفصاليين وللعسكريين الذين انقلبوا على الشرعية. لابد أن نثني على ثوارنا وأبطالنا في الغرب الليبي الذين يكافحون التطرف والإرهاب. لابد أن نثني على أبطالنا في الجنوب ومحاولاتهم لرأب الصدع وتأمين الحياة وعقد الصلح ما بين القبائل وما بين مكونات الجنوب الليبي. كل هذه الجوانب قد يراها البعض بأنها بعيدة عن الجانب الاقتصادي وعن الجانب المالي، ولكن هي أحد الأسباب الرئيسية فيما آلت إليه الظروف وما آل إليه الوضع في ليبيا الآن. نحن كمؤسسة تشريعية وسيادية نتشرف بأن نكون في الصدارة للمساهمة بأي تشريعات بأي قوانين تخدم هذه المرحلة وتساهم في حل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد. كذلك الحكومة وكل الجوانب التنفيذية وكل المؤسسات الأخرى يجب أن تتكاثف في هذه المرحلة من أجل حلحلة هذه الأزمة ومن أجل إيجاد البدائل التي تنقذ البلد من الأزمة وربما حتى الأزمات المتوقعة في المستقبل. فالمطلوب من كل مؤسسات الدولة أن تتكاثف وأن تعمل من أجل المساهمة في خلق موارد أخرى، من المساهمة في كيفية تحديد وارداتنا، في كيفية إيجاد بدائل أخرى لإنقاذ الاقتصاد الليبي. السادة والسيدات الحضور، لا أحب أن أطيل، أشكركم وأشكر رئاسة الوزراء على هذه الورشة، وتمني لكم التوفيق إن شاء الله في حل وإيجاد رؤى صحيحة لحل الأزمة الاقتصادية. شكرا. إذن بعد أن استمعنا إلى هذه الكلمات سنبدأ على بركة الله في محاور هذه الورشة. وقبل أن نشرع في هذه المحاور لا ننسى
أن أحيي كافة الوسائل الإعلامية الليبية والعربية الناقلة معنا على الهواء مباشرة أم بتسجيلها الفوري لهذه الورشة ومحاورها وما يتخللها من حوارات ودراسات واقتراحات. المحور الأول واقع الإيرادات والتحويلات من العملة الأجنبية، وهو ما سنسلط عليه الضوء من خلال هذه الورشة. ندعو رئيس اللجنة الدكتور محمد فياض والسيد عز الدين الكور وطاهر الغرابلي وأعضاء اللجنة بالتفضل، مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الزكاة والتسليم. بداية أرحب بمعالي رئيس الوزراء والسيد النائب الأول للمؤتمر وبأخوة الحضور، وأيضا لا يفوتني إلا أن أترحم على أبنائنا وأخواننا الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن، الذين عبدوا بأجسادهم وخطوا بدمائهم مستقبل ليبيا. في هذه الورشة حقيقة سنستعرض ثلاث محاور رئيسية في هذه الورشة سنقدم أو سنعرض ثلاث محاور رئيسية تتناول واقع الاقتصاد الليبي، سواء في كان في جانب الإيرادات من العملة الأجنبية وصرفها، وأيضا في واقع الاستيراد والتجارة الخارجية، وأخيرا في المحور الثالث سنستعرض فيه السياسات والإجراءات المقترحة التي ممكن أن تقوم بها الحكومة لحل بعض المشكلات التي تواجه الاقتصاد الليبي. المحور الأول كما أشرنا حاليا هو يشير إلى واقع الإيرادات والتحويلات الخارجية من العملة الأجنبية. استعرضنا في التقرير اللي قدمناه الحكومة خلال الفترة من 2012 إلى 2015، وبعض الفترات تحصلنا فيها بيانات، رجعنا أيضا إلى عام 2010 و2009 في بعض الفترات. لو جينا واقع الإيرادات والمصروفات، في سنة 2012 عاد الوضع الطبيعي في ليبيا إلى وضع الاستقرار السياسي والأمني، والذي انعكس بالتالي على الواقع الاقتصادي، واستطاعت ليبيا أو الاقتصاد الليبي خلال عام 2012 أن يعود إلى الصادرات النفطية التي كان عليها في عام 2010، وبالتالي وصلنا في صادراتنا النفطية إلى أكثر من 1.5 مليون برميل في اليوم. ترتب عن ذلك زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية خلال سنة 2012، وأيضا استمر معنا إلى 2012، إلا أن المصروفات سنة 2012 تزايدت بمعدل أكبر من ما كان عليه في سنة 2012، وبالتالي حدث في سنة 2012 نتج عندنا فائض في الإيرادات عن المصروفات بالعملة الأجنبية حوالي ب 12 مليار. سنة 2013 توسعت الحكومة كثيرا في النفقات متاعها بأسباب عدة سوف نأتيها لاحقا، وما ترتب عنا عجز في سنة 2014 بسبب المشاكل الأمنية التي ظهرت وإغلاق الحقول النفطية ابتداء من عام 2013، وأدى ذلك إلى تراجع الصادرات إنتاج وصادرات النفط، وبالتالي انعكس على الإيرادات سنة 2014. زادت الأزمة أيضا في سنة 2015 حتى شهر سبتمبر 2015 بعد الأحداث زيادة الانقسام السياسي والتراجع الأمني الكبير اللي صار في ليبيا، أيضا تراجعت الإيرادات بشكل كبير، مما ترتب عنا عجز أيضا حتى في سنة 2015 حسب القيم المبينة أمامكم. لو رجعنا للمسببات تقريبا سوف نعرضها بشكل سريع، هي نقدر نصنفوها إلى عوامل داخلية ترتبت في عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وترتب عنا إغلاق الحقول الرومانية النفطية وبالتالي تراجع التصدير وإنتاج النفط، وعوامل خارجية اللي حدث في لسان في منتصف 2014 تقريبا أو في الربع بداية الربع الثاني 2014 واستمر معنا إلى الآن، هو تراجع الأسعار النفط بشكل كبير في السوق الدولي، وبالتالي ترتب عنا تراجع في الإيرادات متاعنا.
باش نحدد المصروفات من العملة الأجنبية يجب أن نحدد شنو هو مصادر الطلب على العملة الأجنبية، لأن مع الإجراءات اللي تمت والمصروفات اللي تمت في سنة 2012 والسياسة النقدية اللي تبعها المصرف المركزي في سنة 2015 نهاية 2014 و 2015 ترتب عنا الكثير من المشاكل الخاصة في ظهور السوق الموازية في السوق الليبي، وبالتالي تراجع في قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية، وترتب عنا مشاكل أخرى أهمها كانت هي تمثلت في ارتفاع الأسعار، لأن كل استهلاكنا من السلع إحنا هو سلع واردات، وبالتالي علاقة التجارة الخارجية بالتمويل بالنقد الأجنبي واضحة ومرتبطة، وبالتالي أي تغير في أسعار سعر الصرف سوف ينعكس على مستوى الأسعار في ليبيا. وبالتالي لو جينا أن بنقسم مصادر الطلب في الاقتصاد الليبي على الصرف الأجنبي ممكن مبدئيا نقسمون إلى جزئين، هو طلب الحكومة وطلب القطاع وطلب القطاع الخاص. ولو جينا شفنا هذين خلال سنة 2000 ومن سنة 2012 إلى 2009 من 2009 إلى 2015 سبتمبر 2015 شفنا قيمة الطلب على الصرف الأجنبي من كل من الحكومة ومن القطاع الخاص، نجدنا في سنة 2009 تزايدة، في سنة 2010 في سنة 2011 بطبع بنزلة الثورة تراجعت الطلب على الصرف الأجنبي من كل من القطاع العام والقطاع الخاص، في سنة 2012 زادت وفي الاتجاهين، في 2014-2015 بدأت يتراجع، لكن دائما نجد أن القطاع الخاص هو اللي يشكل نسبة أكبر، حيث بلغت نسبة في سنة 2013 تقريبا 66% أو 76% تقريبا من إجمالي الطلب. وبالتالي هذه مصادر الطلب. أيضا ممكن نجذب مصادر الطلب هذين إلى أجزاء أخرى باش تبان الصورة عندنا أكثر. مصادر الطلب القطاع العام يمكن تصنيفها الى اعتمادات مصرف ليبيا المركزي، وهذين عاده نكون يفتح فيه اعتمادات للشركات العامه والمؤسسات العامه مثل الكهرباء، النهر وغيرها من المؤسسات العامه اللي تطلب في عمله اجنبيه كبيره. ايضا عندنا حوالات متنوعه، وهذين حوالاتها عباره عن تمثل الطلب الحكومه لتمويل بعض نفقاتها بالعملة الأجنبية، عندها الطلبة في الخارج، عندها مشاركات دولية، عندها السفارات في الخارج، عندها مشاركات دولية، هذه كلها بتمول فين الحكومة فيدخل تحت هذا البند. أيضا بند القطاع الخاص منقسموه إلى تغذية المصارف التجارية، وهذه تضمن الاعتمادات التجارية اللي تفتح فيها المصارف التجارية للقطاع الخاص، وأيضا عندنا المبيعات النقدية. لو جينا شفنا هذه كم تشكل هذه النسب من الطلب، نجد أن لو جينا في بداية الاعتمادات المصرفية أو بنبدأ بصورة سريعة من قبل، نجد أن الاعتمادات التجارية عادة تشكل النسبة الأكبر، تليها أيضا المؤسسة الوطنية للنفط. المؤسسة الوطنية للنفط حقيقة عندها الطلب كبير على الصرف الأجنبي أو النقد الأجنبي، وتونجون تعرضوا له بعدين في شريحة ثانية نقارن ما بين طلب المؤسسة الوطنية للنفط ونسبتها إلى الطلب الإجمالي ونسبتها إلى الإيرادات النفطية. لكن هذه الشريحة تبين لنا النسب متاع كل هذه بنود تغذية مصارف تغذية اعتمادات مصارف تجارية، مؤسسة وطنية للنفط، تغذية مصارف التجارية والحوالات والمبيعات النقدية. المؤسسة الوطنية للنفط لو لاحظنا أنا في الشريحة هنا أن السابقة أن نسبة مشاركتها تتزايد، لو جينا وقارنا نسبة طلب مؤسسة الوطنية للنفط إلى إجمالي إيرادات من العملة الصعبة وأيضا إلى نسبتها إلى إجمالي الطلب على الصرف الأجنبي، لو جينا في العمود اللي باللون الأزرق هذا يوضح نسبة طلب المؤسسة الوطنية للنفط إلى إجمالي الإيرادات. ولو جينا شفنا بالذات في السنوات يعني في الفترات الاولى، سنه 2010 كان نسبه شكل 2.5% تقريبا، سنه 2011 انخفض الى اقل من 1%، 2012 رد الى 2% او 2.5%، 2013 ارتفاع الى 12%، 2014 ارتفاع الى
إلى أكثر من 50% من حصة الإيرادات، في 2014 ارتفاع إلى أكثر من 57% من الإيرادات، وبالتالي في زيادة كبيرة حقيقة من المؤسسة على الصرف الأجنبي. وأنا يعني أنا هنا أثير تساؤل، أنا مش عارف شنو تفصيلات هذا الطلب، ولكن اللي نعرف أن المؤسسة ما عندهاش مصرفات تشغيلية بالعملة الأجنبية، لأن كل الحقول اللي هي تتبعها يا إما تشتغل بشركات وطنية أو بتشغل بشركات أجنبية، وبالتالي هي بتتحمل هذه المصاريف، وبالتالي مصاريف هذا الطلب متزايد يعني يثير بعض التساؤل، على الأقل أنا مانيش فاهمه كيف جاء. أيضا الطلب المؤسسة على إجمالي الطلب حتى نشوف أنه أيضا يتزايد ووصل لنسبات كبيرة شوية مقارنة. بعدين نجي للبند الثاني المهم أيضا، هو بند تغذية المصارف التجارية. تغذية المصارف التجارية نقدر نقسمه إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تتضمن مجموعة التحويلات أو الحوالات للأغراض التجارية، وهذه تضم الاعتمادات التجارية ومستندات برسم التحصيل وحوالات خارجية لأغراض تجارية. المجموعة الثانية تضم حوالات خارجية لأغراض شخصية وحوالات خارجية لأغراض العلاج، وهذه قلة تحويلات خاصة، وأيضا حوالات سريعة اللي هو الويسترن يونيون والمانيجرام، وأيضا بطاقات الائتمان المصرفية، هذين تحويلات شخصية خاصة. المجموعة الثالثة هي حوالات الأغراض الأخرى، وتضمن مرتبات غير المقيمين وأيضا حوالات لشركات الطيران. المجموعة الأولى اللي هو البند الاعتماد التجارية وبند رسم برسوم التحصيل والحوالات الخارجية، هذه تشكل تقريبا أكثر من 90% من إجمالي تغذية حسابات المصارف التجارية. رجعنا شفنا البنود عند الشكل هنا، بس لو قارنا بين سنة 2013 و2014 وشفنا نسبة التحويلات الأجنبية وشفنا حسابات تغذية المصارف التجارية شنو تشكل كم تشكل، نجد أن في سنة 2013 كانت حوالي 31%، سنة 2014 كانت تشكل 60%، هذه المستندات لأغراض التحصيل، الحوالات الخارجية لأغراض التجارية كانت 4.5%، مجموع سنة 2013 حوالي 95%، سنة 2014 نجد أن النسب ايضا نتاعها بتزيد، لو جمعناها حتطلع اكثر من 90%. بقيه البنود الاخرى اللي اشرنا لها في السابق، هنا المجموعات الاخرى، مجموعات الاغراض الشخصيه والحوالات الاغراض التجاريه، حتشكل نسب بسيطه، ما عدا لو جينا شفنا البطاقات الائتمانيه في زادت نسبه نتاعها بشكل مقارنة بما كانت عليه سنه 2013، نفس سنه 2014 زادت بنسبه كبيره مما كانت عليه سنه 2013. هذه البيانات قد ما تعطي صوره واضحه اكثر، لكن لو قررناها بسنه ثابته وشفنا كيف صار من معدلات التغير حتعطينا صوره اوضح بشكل. وبالتالي لو خذينا سنه 2010 هي سنه اساس باعتبار سنه طبيعيه، وقررنا بها التغيرات اللي صارت 2000 في الفتره اللاحقه، وقررنا كل بند من هذه البنود هو الاعتمادات المصرفية والمؤسسة الوطنية للنفط وتغذية المصارف التجارية والحولات المتنوعة والمبيعات النقدية. لو جينا للبند الأول اللي هو يمثل اعتمادات مصرف المركزي، اللي هو قلنا يتضمن المؤسسات العامة للدولة، نجدنا في سنة 2012 كان يشكل، أنا الصورة من الإضاءة متاعنا مش واضحة عندي، ما أنا مش عارف. المهم لو جينا شفنا العمود الخاص بالتغذية المصارف التجارية حنجده هو أعلى عمود سنة 2013 أو 2014 كانت نسبة المؤسسة الوطنية للنفط حقيقة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بسنة 2010. في سنة 2014 سنة 2014 طلب المؤسسة الوطنية للنفط زاد مقارنة بسنة 2010 بنسبة تقريبا 715%. هذا السؤال قولوا لي هم ليش لماذا؟ سنة 2013 زاد بمعدل 450 أو 454 تقريبا في المية. اعتمادات تجارية أيضا حتى هي ارتفعت في سنة 2012 بنسبة تقريبا 551 أو 550 تقريبا. اللي بنقوله ان في بعض البنود ارتفعت بنسب كبيره في سنه 2012 2013 2014
وغادر بسنة 2010. وهذين أكثر بندين، هو بند المؤسسة الوطنية للنفط والاعتماد وتغذية المصارف التجارية، وأيضا عندنا المبيعات النقدية زادت أيضا بنسبة لا بأس بها، حنجي نفصلها بعدين لما نجوها بعدين في بند آخر. نعم. أي هو صار فيه بعض المبيعات النقدية فيها ستراجع، حولات الحكومة بصفة عامة كانت عادة تراجعت، ولكن من البندين الكبار هم تغذية المصارف التجارية والمؤسسة الوطنية للنفط، هذين هن شكل نسبة كبيرة أو زيادة كبيرة في الطلب على الصرف الأجنبي. وبالتالي ممكن الكلام اللي في البيانات اللي ما كانش واضح من عندي، لو قرينا عليكم من شنو ايش اللي صار، قلنا على الرغم من استفحال تراجع الوضع الامني والسياسي وبدايه ظهور الازمه الاقتصاديه سنه 2014 بسبب تراجع انتاج وتصدير النفط نتيجه لاغلاق الحقول والموانئ النفطيه من جهه وتراجع اسعار النفط العالميه من جهه ثانيه، اثر سلبا على قيمه الايرادات النفطيه بالعمله الاجنبي، الا ان طلب المؤسسه الوطنيه للنفط على الصرف الاجنبي استمر في الارتفاع بمعدلات غير مبرره، حيث ارتفع طلب المؤسسه الوطنيه للنفط على الصرف الاجنبي ليصل الى 7,942,000,000 وهو يشكل 50% من اجمالي الايرادات النفطيه من الصرف الاجنبي لسنه 2014. ايضا وزاد الى 617% عما كان عليه في سنه 2010. ايضا استمر الطلب بعض المؤسسات العامه ممثله بالاعتمادات مصرف ليبيا المركزي على الصرف الاجنبي، حيث ارتفع طلب هذا المصدر على الصرف الاجنبي سنه 2014 الى 1,728,000,000 وهو ما يزيد عن مستوى سنه 2013 بنسبه اكبر من 16% وعما يزيد على مستوى سنه 2010 بنسبه 50%. من جهة أخرى، ونتيجة استمرار توسع الحكومة في نفقات الباب الأول لضم الأجور والمرتبات وما في حكمها والمنح والمكافآت والهبات، استمر طلب الأفراد على السلع والخدمات سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طلب كل مؤسسات القطاع الخاص والأفراد على الصرف الأجنبي للأغراض التجارية. يعني اللي في جانب اللي سبب زيادة في الطلب على الصرف الأجنبي هو زيادة القوة الشرائية اللي توفرت عند الأفراد خلال المفلت سنة 2012-2013. الحكومات المتعاقبة كانت وفرت يعني مرتبات زادت بشكل غير مبرر، توسع كان في منح في بعض المنح، توسع في بعض المكافآت، كل هذا أدى إلى وجود قوة شرائية عند الأفراد، زاد الطلب على السلع والخدمات المستوردة، وبالتالي زاد طلب رجال الأعمال والمؤسسات التجارية على استيراد السلع والخدمات، وبالتالي زاد طلب امتاح هذه المؤسسات على الصرف الأجنبي، وبالتالي شفنا في سنة 2013-2014 في طلب كبير متزايد على الصرف الأجنبي أو الحولات الأجنبية. ايضا تراجع طلب الحكومه على الصرف الاجنبي تمثل ذلك في تراجع بند التحولات المتنوعه، حيث تراجع طلب هذا المصدر على الصرف الاجنبي سنه 2014 الى 2,300,000,000 تقريبا، يشكل 48% عما كان عليه سنه 2013 و15% عما كان عليه سنه 2010. يعني لو قارنا طلب الحكومه على الصرف الاجنبي مقارنه بسنه 2010، طلب الحكومه سنه 2013 تقريبا كان يساوي 15% او يعادل 15% مما كان عليه في سنه 2010، وبالتالي في تراجع كبير من طلب الحكومه على الصرف الاجنبي. ايضا في محامله من المصرف المركزي للحد من تمويل الطلب على الصرف الاجنبي بعد ظهور مؤشرات الازمه الماليه ممثله في تراجع اسعار النفط سنه 2014، تراجع تمويل المصرف المركزي للمبيعات النقديه للصرف الأجنبي في إلى أقل من مليار، يعني ضبط شوي المسمار خاصة المبيعات عن طريق الحوالات اللي هو عند البوسنين والمانيجرام، لكن حقيقة توسع كبير في البطاقات الائتمانية. تو نشوفوها بعدين في شكل عندنا توسع، يعني في سنة 2013 تقريبا كانت الحوالات الأجنبية الحوالات عن طريق هذه المانيجرام والسنين سوري عن طريق البطاقات المصرفية كانت 53 مليون، في سنة 2014 تجاوزت 800 مليون، وبالتالي كانت يعني اللي حافظ عليه من الحوالات عن طريق الويسترن يونيون والمانيجرام هو ضخ بشكل كبير في البطاقات الائتمانية. ايضا مع استمرار اغلاق المواني والحقول النفطيه وتراجع اسعار النفط في الاسواق الدوليه استفحلت الازمه الماليه التي واجهها الاقتصاد الليبي خلال عام 2015. ايضا في محاوله من السلطه النقديه اللي هو المصرف المركزي للحد من عرض الصرف الاجنبي والحد من تمويل الطلب على الصرف الاجنبي، تراجع هذا التمويل لجميع بنود الطلب على الصرف الاجنبي خلال عام 2015، يعني حتى شهر سبتمبر، البيانات اللي عندنا حتى سبتمبر 2015.
أنا بحب أركز على تون جوها بعدين. أيضا تراجع، بالتالي لما حاول يضبط المصرف المركزي تراجع بند اعتمادات المصرف المركزي إلى 647 مليون دولار فقط سنة 2015 حتى سبتمبر 2015. أيضا وهو يشكل حوالي 18% مما كان عليه هذا البند سنة 2010. أيضا الحولات الحكومية اللي حولات متنوعة أيضا تراجعت إلى 700 مليون تقريبا، هو يشكل 4.5% تقريبا مما كان عليه الطلب في سنة 2010. تراجع تغذية حسابات المصارف التجارية إلى 10 مليار دولار وهو يشكل 48% من نفس القيمة سنة 2010. تراجعت المبيعات النقدية إلى اللي هو التحويلات بتاع الماني جرام والمسؤولين إلى 100,000 تقريبا فقط من حجم مبيعات اللي يشكل حوالي 4 من 1000 من مبيعات سنة 2010. أيضا تراجع الطلب الموسط يعني النفط إلى 3 مليار، ولكن لو قارناه برغم هذا التراجع إلا أنه يزيد عن طلب مؤسسة عام 2010 بنسبة 227%. يعني في 2010 كان تقريبا طلبها مليار وشوية، في سنة 2015 زاد بنسبة أكبر، وهو يشكل قلنا 57.9 حوالي 58% من إجمالي الإيرادات النفطية سنة 2015 حتى سبتمبر 2015. يعني ما أخذت المؤسسة لوحدها من طلب الصرف الأجنبي سنة 2015 حتى سبتمبر يشكل 57% أو 58% من إيراداتنا من العملة الصعبة. يعني كان حوالي 6 مليار وشوية الإيرادات، كان طلب المؤسسة الوطنية 3 مليار وشوية. صاحب هذه الإجراءات كلها حقيقة اللي قام بها المصرف المركزي للحد أو لعلاج أو للحد من الإنفاق غيدة، إلا أن صاحبها ظهور السوق الموازي للصرف الأجنبي خلال عام 2015، وهذا قد ترتب عنه فقدان الدينار الليبي أكثر من 60% تقريبا. نحن عدينا الدراسة هذه في شهر يناير، ممكن تو زادت هذه النسبة، وهو ما يشير حقيقة إلى فيه إشكالية في كفاءة المصرف في إدارته للنقد الأجنبي أو إدارته للسياسة النقدية. هذا فيما يخص الإيرادات والتحويلات. المحور الثاني هو بالحقيقة بسلط فيه الضوء على واقع التجارة الخارجية وسياسة الاستيراد. كما أشرت في الحديث السابق أو في البداية أن هناك ارتباط وثيق بين التجارة الخارجية للسلع وصل الخدمات بالسوق الخارجي، وبالتالي احتياجها للتمويل بالصرف الأجنبي لإتمام هذه الصفقات. وبالتالي الحكومة يجب لديها أولويات وسياسات تتبعها لتوفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وبالتالي هذا يتطلب تبني سياسات نقدية وتجارية ومالية تضمن توفير السلع والخدمات في السوق المحلي، وتضبط أيضا التصرف في الاحتياطات النقدية من الصرف الأجنبي بما يضمن تحقيق الاستقرار النقدي. في هذا المحور سنقارن في البداية بين قيمة الواردات الفعلية التي دخلت وما بين قيمة التحويلات التجارية اللي تمت خلال سنة 2013 و2014. لو جينا شفنا أنا حسب بيانات مصلحة الجمارك نجد أن في سنة 2012 كان قيمة البضائع التي دخلت في السوق الليبي تقريبا 7 مليار و914 مليون. سنة 2013 برغم هذه القيمة 6 مليار و444 مليون. سنة 2014 تراجعت إلى 960 مليون، هذين بالدينار الليبي، يعني لو نحولنا إلى دولار حتطلع قيمة أقل. هذه قيمة البضائع. لو جينا قارنا هذه بقيمة التحويلات التجارية، لو جينا قارناها بقيمة التحويلات التجارية، لو جينا قارنا سنة 2013 و2014 من التحويلات والاعتمادات التجارية التي فتحت وقارناها بالبضائع التي دخلت اللي عرضناها في الشريحة السابقة، لو جينا سنة 2013 نجد أن الاعتمادات التي فتحت بالدولار 7 مليار و614 مليون، هذه كانت قيمة الاعتمادات التجارية. البند الآخر اللي هو مستندات برسم التحصيل كانت 14 مليار و735 مليون.
في بعدين حوالات خارجيه الاغراض التجاريه كانت مليار و200 مليار و مليار مليار و114 مليون تقريبا. لو جمعنا هذه القيم حوالي توصل حوالي 25 مليار دولار. لو جينا رجعنا للشريحه السابقه سنه 2013 نزلنا البضاعه دخلت هي تشكل 6 مليار و444 مليون دينار ليبي، يعني حوالي اقل من يعني حوالي 5 مليار دولار فقط، حين حولنا عملات فتحات تجاريه بقيمه المدات التجارية بقيمة حوالي 25 مليار. إذا هناك في فجوة كبيرة ما بين ما حولناه لأغراض تجارية والمفروض تجيب بين بضائع جن يدخلا وما بين البضائع اللي دخلت. وأيضا نفس الحال لو قررنا سنة 2014 حتى نفس الحالة في الاعتمادات التجارية بلغت 12 مليار و900 باستناد برسم التحصيل بلغت 10 مليار. الأغراض التجارية كانت 664 مليون تقريبا. لو رجعنا للشريحة سنة 2014 كانت التحويلات 966 مليون دينار، يعني حوالي أقل من 7 مليار دولار. وإحنا حولنا اعتمادات تجارية حوالي تتجاوز 22 مليار دولار. وبالتالي ما فيش مقارنة حقيقة بين ما يتم تحويله من عملات أجنبية لغرض تصدير استيراد سلع وخدمات مقابل ما يتم استيراده من سلع وخدمات فعليه على ارض الواقع. وبالتالي هنا في مشكله عندنا، ما هي علاقه بين الجهاز المصرفي وما بين مؤسسات رجال الاعمال. لان رجال الاعمال هم اللي يطلبوا في هذه التحويلات بناء على مستندات يقدموا فيها لغرض استيراد السلع. والمصرف والمنظومه المصرفيه هي اللي توفر في هذه السلع، ولكن حقيقه ما تدخل قيمه فعليه من السلع والخدمات ما تشكلش حتى يعني ما تشكلش حتى 10% ولا تقريبا او 20% من قيمه العمله المحوله حقيقه يعني. وبالتالي هنا عندنا في اشكاليه. لو ايضا اللي زاد الطلب كما شفنا بدري على الصرف الاجنبي هو التوسع اللي صار في النفقات، وهذا يخص في جانب السياسة المالية. لو جينا وشفنا البنود السياسة المالية والقيم اللي تم انفاقها، لو جينا البند الأول هو بند الأجور والمرتبات، نزلنا سنة 2000 وقرنا 2012 2013 2014 نزلنا كان يتجه الى الزياده، يعني كان تقريبا 16 مليار سنة 2012 ارتفع الى 23 مليار او 25 مليار سنة 2014 تراجع شويه في سنة 2015. البند الاخر وبالتالي في توسع كبير حقيقه في جنب بند الاجور، وهذا مؤشر يعني طبعا راجع بسبب لما تم طبقت الرقم الوطني صار تراجع في هذه التعويض، بالتالي كان في ازدواجيه كبيره حقيقه في التوظيف، وبالتالي هذا راجع ايضا لسبب تنشره بعدين هو عدم وجود دليل تنظيمي في مؤسسات الدوله الليبيه وحنجي نشره له بعدين. في 2000 وبعدين نجي البند الثاني اللي هو بند النفقات التسييريه، يعني النفقات التسييريه في كان سنه 2012 تقريبا 12 مليار و13 مليار، بعدين زاد في 13 الى 14 مليار، تراجع سنه 2014 الى كم 3 مليار تقريبا او شيء من هالقبيل. ايضا حتى التحويلات البند هذا حقيقه بند ميزانيه تسييريه اللي صاير في ليبيا انه هو يصير من قبل كل ميزانيه نزيدوا فيها تقريبا معظم المؤسسات زيد 10% زي 10% بدون مبرر، وبالتالي يجب وضع آلية علمية لتقدير الميزانية التسييرية. يعني ذكر في ميزانية 2014 مؤسسة أو وحدة صحية في ليبيا في جاعدك المنطقة اللي فيها كانت ميزانية التسييرية متاعها لمركز صحي في منطقة لا تتجاوز عدد سكانها 200 ألف كان يطلب كانت ميزانية متاعها 5 مليون 900 ألف، يعني حوالي 6 مليون. في منطقة عدد سكان لا يتجاوز 200 ألف نسمة. في طرابلس مركز الطب متاع طرابلس اللي هو يقدم في خدمات لحوالي 2 مليون كان الطلب متاعها حوالي 7 مليون وشوية.
يعني ما فيش مقارنة بين مركز طبي يقدم في خدمات صحية 2 مليون يطلب في 7 مليون ميزانية تسييرية مع مركز طبي يقدم في خدمات 200 ألف ياخذ في 5 مليون تسميح حوالي 6 مليون في سنة 2015 بنسبة 2015 هذا المركز الصحي نزلت الميزانية التسييرية متاعه إلى 2 مليون ونص والأمور مشات كويس. وبالتالي نبوا آلية علمية نحدد بها كيف يتم تقدير الميزانية ميزانية التسييرية حقيقة. البند الآخر من الميزانية هو النفقات الاستثمارية طبعا بسبب ظروف وعدم الاستقرار الأمني طبعا الجانب النفقات الاستثمارية هذا مهم جدا في الاقتصاد لأنه هو اللي بيخلق فرص عمل هو اللي بيزيد الانتاج متاعنا وغيره ولكن من بعد الثورة لم تشهد دولة حقيقة استقرار سياسي واستقرار أمني وبالتالي كان هناك أو يجب أن يكون هناك حد من نفقات الاستثمارية لأن البيئة الاستثمارية غير مناسبة وأيضا حتى الشركات بتنفذ غير مناسبة لا يمكن تجيه وبالتالي يجب التوقف لكن الملاحظ أن سنة 2013 صار زيادة في هذه النفقات الاستثمارية مقارنة بسنة 2012 و2014 لو في حين المفروض هذه النسبة يتوقف أو يوجد النفقات بتاعها على الحد الأدنى ليدخل من ضمن هذا البند لأن الميزانية البند الباب الثالث هو الاستثمارية يتضمن بنود حقيقة يفترض فيها ألا تدخل من ضمن الباب الميزانية التحول فيها بنود يجب ألا تدخل فيها تدخل المفروض تنقل إلى أحد الأبواب الأخرى باب بداية الباب الثاني وبالتالي يجب ضبط هذا الباب حقيقة. البند الآخر والمهم هو حقيقة الدعم. الدعم هذا أكثر مشكلة حقيقة تواجه الاقتصاد الليبي لأن فيه استنزاف كبير خاصة دعم الوقود. يعني إحنا في ليبيا تقريبا في المتوسط الثلاث أربع سنوات الأخيرة تقريبا في المتوسط الدعم حوالي 10 مليار سنويا. أعتقد في بند النقود الوقود أو حجم القبيل يعني 10 مليار وراء رقم كبير يعني لو في كثير من الناس ينظر إلى 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 دبي والاستثمارات فيها ينظر إلى برج خليفة برج خليفة كلف مليار إذا نحن الدعم الوقود بروحه نديره كل سنة 10 برج خليفة وبالتالي الدعم النقدي حقيقة يجب بدل الدعم السلعي يجب أن يتم التحويل فورا يبي قرار شجاع من السلطة التشريعية ومن السلطة التنفيذية باتخاذ قرار سريع بالتحول إلى الدعم النقدي خاصة الوقود خاصة الوقود حاليا عند فرصة للحكومة والسلطة التشريعية احنا كنا نجيبه لما كان أسعار البرميل ب100 دولار كان يكلف فينا بالليترة البنزين حوالي دولار حاليا تنخفض سعر البرميل بنسبة 60-70% إذا قيمة استيراد البترول أو البنزين قلت إلى 60-70% يعني الدولة حاليا عندها فرصة أن تعوض دعم بمبالغ زهيدة ما عادش نقول والله نبوا كل فرد 100 دينار بنزينة لأن حيشريها بالسعر تو السعر الدولي حتنزل بنزين ما عادش تقل بجنيه ونص تقل بستين قرش ولا بسبعين قرش وبالتالي التحويل تو فرصة التحول الدولة حقيقة حاليا حقيقة تستطيع الدولة أن تحقق نقلة نوعية والعالم كله بدأ يتغير في هذه السياسة لو جينا الدول الخليج بس السعودية زادت أسعار البنزين ب60% قطر زادت أسعار البنزين بنسبة 33% عمان زادتها ب30% البحرين ب60% الكويت ما زالت بتدرس في نقلتها الإمارات من العام الماضي حررت أسعار النفط أسعار الوقود بالكامل حررتها ما عادش في دعم وبالتالي احنا نظرنا جيدا للوضع الاقتصادي اللي عندنا والوضع السياسي والامني ما نقدرش نقول والله الغي الدعم نهائيا لكن نقول بدله اعطيه بدل نقدي وعندنا فرصه حاليا كما قلت ان اسعار الوقود انخفضت اذا سعر بالليتر البنزين في السعر الدولي انخفض اذا ما عادش نجيب سعر البنزين الدولي بدولار حنجيبه بسنتات 60 سنت ولا 50 سنت وبالتالي ما نعوض به المواطن حيكون بهذه القيمه وبالتالي فرصه للحكومه حقيقه انها تنتقل حاليا الى الدعم النقدي بدل من الدعم السلعي. هي خلص لو جينا شفنا التغيرات اللي صارت في بنود تغذيه المصارف التجاريه اللي هو البند اللي يغذي في حسابات الاعتمادات التجارية وغيرها لو جينا شفنا كل البنود اللي قلنا عليها بتاخذ مصرف والاعتمادات التجارية
ومستندات برسم التحصيل وبقية. لو قارنا سنة 2014 بما كان عليه سنة 2012، نجد أن الاعتمادات التجارية كانت تقريبا زادت ب 70% عما كانت عليه سنة 2013. مستندات برسم التحصيل انخفضت ب 26%. في بعض الانخفاضات وبعض الزيادات، ولكن اللي صار انخفاض في بند من البنود أدى إلى زيادة في بند اخر. وبالتالي لو جينا شفنا بند البطاقات الائتمانيه، يعني لو شفنا البنود الاولى بند التحويلات نتاع الماني جرام والويسترن يونيون صار فيها اختفاض، بند التحويلات الشخصيه الاغراض التجاريه صار فيها انخفاض، ولكن بند الائتمانات البطاقات الائتمانيه شوف النسبه اللي ارتفع بها، يعني من 53 مليون دولار سنة 2013 سنة 2014 تم تحويل بطاقات الائتمانية أكثر من 800 مليون دولار، وبالتالي النسبة زادت بشكل كبير. لو شفنا العمود هذا الواضح أنه يشير إلى هذا الارتفاع. إذا لو جينا بنشخص المشكلة بعد ما عرضنا الواقع الإيرادات والتحويلات من العملة الأجنبية السياسة التجارية وخاصة سياسة الاستيراد، نشخص مشكلة أن المشكلة تعاني منها ليبيا هي التراجع في الإيرادات السيادية، وأيضا تراجع في الإيرادات النفطية، النفط النفطية اللي هو النقد الأجنبي، أيضا التوسع في النفقات العامة وزيادة الطلب على الصرف الأجنبي من جهة أخرى. كل هذا أدى إلى ظهور السوق الموازية للصرف الأجنبي وتراجع قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. هذا أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في السوق المحلي. بالإضافة إلى ذلك ومن خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية المتعلقة بقيمة الواردات وقيمة العملات التجارية خلال 2013-2014، تبين عدم توافق قيمة الواردات من السلع مقارنة بقيمة التحويلات بالعملة الأجنبية للأغراض التجارية، وهذا قد يعني عدم استخدام التحويلات التجارية الممولة بالعملة الأجنبية في غير الغرض المحولة لأجله، مما يشير إلى عدم كفاءة إدارة كل من السياسة المالية والتجارية وأيضا كفاءة إدارة السياسة النقدية، مما أدى إلى سرعة تراجع الاحتياطات النقدية. يعني لو في تناسق معلومات ما بين هذه المؤسسات المالية والتجارية، المؤسسات التي تدير السياسة المالية والتجارية والنقدية، رأوا كان وضعوا انتبهوا لهذه الاختلافات، اختلاف قيمة التحويلات مع قيمة الواردات الفعلية من السلع الأجنبية، وبالتالي كان ممكن ضبط العملة الأجنبية وما صارش تراجع كبير في الاحتياطيات الأجنبية. تقريبا هذا أيضا الواقع أو نظرة سريعة على واقع التجارة وسياسة الاستيراد اللي متبعة خلال الفترة القصيرة.